أطرت مصالح أمن ولاية الجزائر برنامج خاص ضمن هذه الحملة الوطنية التحسيسية من خلال تنظيم نشاطات تحسيسية لفائدة سواق المركبات لنقل البضائع على مستوى الحواجز الأمنية ونقاط المراقبة، بالتنسيق مع شركاء الأمنيين من قيادة الدرك الوطني للحث على ضرورة التحلي بروح المسؤولية أثناء السياقة وقواعد قانون المرور، على رأسها التقيد بمسافة الأمان، تفادي التجاوز الخطير، إلى جانب احترام أولوية المرور. تم هذا اليوم تنظيم حملة تحسيسية موجهة إلى سائقي النقل العمومي للبضائع مع زملائنا الأمن الوطني على مستوى السد الثابت الخاص بهم بالطريق السريع الجنوبي ببوروبا. تخص هذه الحملة التحسيسية سواق هذا الصيف بالدرجة الأولى نظرا لهول النتائج التي تخلفها من خسائر بشرية ومادية. لهذا نحث السائقين وخاصة الحائزين على رخصة جديدة على ضرورة احترام قانون المرور وتفادي المخالفات الخطيرة، خاصة ما يتعلق بالسرعة المفرطة والتجاوزات وعدم احترام مسافة الأمان، وخاصة نظام الفرملة وصلاحية الأطر المطاطية والأضواء. رانا نشوفوا ديجا الحوادث راش حرام يصرا في الأسبوع، أنا نتبع ونقرا يوصل حتى 200 حادث في الأسبوع بزاف، فهمت؟ وهادو كاع كيما قلت من الحوايج كيما هادو حوايج اللي بنادم ما يدير لهمش حساب، الطريق ناشفة والطريق مشمخة ماشي كيف كيف السوق تاعها. تفريني البعيد دير حسابك إذا كان على في النشاف على 100 متر في التشمخ على 200 متر. حاجة مليحة ما مليحة المواطن يقرا حدلو الشتاء عباك ماشي مليحة، هادو جينا هابطين منها لقينا اكسيدون، دونك جينا هابطين الطريق هادي لقينا اكسيدون. يعطيك الصحة، إيه منين؟ اسمها من الأرض شمخة وكذا ومتى ما شغل ما تقراش ما تقراش حسابك أنت يا شغل لازم تخمم عليك تخمم على تخمم على صاحبك ماشي كيما يقول لك أجي وسطهم. السيارة الصغيرة يمشوا في لابون دارو ديرجونس دي فوا يخرجونا حتى لاكوش من هي لو كان ما تردش بالك دروات حتى تلقى ديجا تحت في دروات من هي يدوبلونا بزاف على دروات ويزيرونا اللي يطبعونا دائما لاكوش ومن بعد حنا نولوا فوتيف نولوا نمشوا في التروازيام بوزيسيون في الدوزيام